باسمي نقابه المسؤولين الصحفيين نشكر لكم حضوركم ومشاركتكم معنا. مما دفعنا لتنظيم هذا الاحتفال المعتبر انطلقنا على مصيره ولنطالب سعادتكم ببذل جهد. اولا انا فخور بتضامنكم اليوم مع بعضكم البعض مع سمير كساب. سمير كساب منه مطلب نقابتكم بس، مطلبنا كلنا سوا من اي فئه كنا، مطلب كل لبناني حر، مطلب كل عربي حر، مطلب كل مواطن حر عم يبحث عن الحقيقه وبده الحقيقه. نقعد الكل انه ما رح نوقف، رح نكمل سوا وما رح نتذكر كل سنه مره. نائب المصور شكرا. انه يوم المصور الصحفي، انه يوم الحقيقه. لا ممثل من الاسكوا لارسالها الى الامين العام للامم المتحده. حمل القناه الكاميرا لالتقاط الحدث. نحن اليوم بدعوة من نائبة المصورين لنهار تضامني مع سمير كساب للمطالبة بالعمل الجدي على إفراج عنه، على كشف مصيره هو ورفاقه، ولا نقول له كمان رسالة لسمير أنه منك لحالك، زملائك كلهم سواء معك ومتضامنين معك. تعملون من أجلها إطلاق سمير كساب من رح نبدأ احتفالنا أولا بتسليم مذكرة باسم نقابة المصورين والحضور. موجود في سوريا منذ نحو 4 أعوام حيث كان يؤدي واجبه في نقل الصورة.